وريني يا سيدي. حلوة قوي، حلوة دي، برافو برافو. ايه ده؟ فين صورة الفايز في المسابقة؟ الفايز لسه ما وصلش وما تصورش وما استلمش جايزتي يا فندم. يا سلام، وانت مالك مبسوطة قوي كده انه ما جاش وما تصورش يا فندم؟ دي مشكلة، العدد يبقى ناقص. مش مشكلة الصورة يا فندم. لا مشكلة الصورة، علشان المصداقية، الراجل لازم يتصور بجايزته جنب الخبر. نعمل ايه احنا دلوقتي؟ بص لو ما جاش النهاردة تأجل الخبر كله لبكرة وانا هكلم استاذ جميلة بلغه. تمام يا فندم. شكرا، اتفضل. أنا ماشي مريم يا فندم. مساء الخير. مساء النور. مش ممكن، صفاء سباعي؟ يخرب عقلك، بتعملي ايه هنا؟ مش معقولة، انجي احمد؟ انت بتشتغلي هنا؟ ايوه طبعا. ايه يا بنتي؟ ما بتقريش جرايد، ما تشوفيش تلفزيون ولا ايه؟ الثقة دي؟ لا ثقة ايه؟ مش ثقة والعياذ بالله، ده غرور بعيد عنك. اقعدي اقعدي، وحشتيني جدا. وانت كمان وحشاني قوي. انا متابعاكي من زمان يا انجي، من ساعه كتابك ما نزل، وبقول لكل الشله انت مشرفونا قد ايه. حبيبتي ربنا يخليكي. وانت بقى بتعملي ايه في الدنيا؟ بتاجر في التحف والانتيكات. بجد انتيكات؟ طب وانت جايه هنا عندنا بتعملي ايه في الجورنال؟ ليكي قرايب؟ لا ابدا، انا جايه استلم الجايزه، جايزه مسابقه قديم بس عظيم. يخرب عقلك، انت اللي كسبتي 100,000 جنيه؟ يا بنت المحظوظه. الحمد لله، عيني عليكي بارده. من يوم ما اهتميت بالانتيكات والتحف وبدات اتاجر فيهم وانا بكسب على طول بالشكل ده. معقوله الانتيكات والتحف بتكسب فلوس كتير بالشكل ده؟ ايوه حبيبتي. بصي يا حبيبتي، اي حاجه قديمه ممكن ما يبقاش ليها قيمه عند ناس، بس عند ناس تانيه لها قيمه، وقيمه كبيره كمان. انا بقى شغلي كله على الحاجات القديمه والنادره دي. طب وانتي شغلك فين؟ في المعرض بتاعي طبعا في الزمالك. ضروري تيجي تزوريني. ها طبعا يا حبيبتي، هاجي ازورك. انا من زمان مهتمه قوي بموضوع التحف والانتيكات، خصوصا بعد ما سمعت موضوع ال 100,000 جنيه. حبيبتي يا انجي، حبيبتي، هستناكي. ها تزوريني. باي حبيبتي. باي باي باي. خايفه لحظتها بنت اللذينه. 100,000 جنيه يا بنت المحظوظه.